دخلنا على ايه المستشفيات اللي عندنا، هل هي اللي كانت في الاولى ولا زودنا دخلنا فئات اخرى. تمام. المرحله الثانيه هي اول حاجه حاولنا نعالج كل العقبات اللي قابلتنا في المرحله الاولى. زي ما قلت لحضرتك كده ان اولها ان هيبتدي المريض يروح لجهه اصدار القرار. ايوه. تامين صحي او نفق الدوله. بيبتدي هو اللي بيروح ولا هو بيجي لكم وانتم بتتولوا؟ هو بيروح المستشفى، بيروح المستشفى. او اللجنه الطبيه للتامين الصحي. او اللجنه الثلاثيه للمستشفيات في نفق الدوله. وبيبتدي يتكشف عليه، يتعمل تقرير لجنه ثلاثيه. لو كان في التامين الصحي زي ما دكتوره سهير قالت بيتعمل عليه سيرش في قاعده المغطاه تامينيا. لقوا بيبتدوا ياخدوا معاه خطوات، ان هو مثلا لو عايز يعمل عمليه قلب مفتوح بياناته كلها مسجله. بيبتدي يتوزع على المستشفيات، لان برضو دي من ضمن الحاجات اللي عالجناها، ما بقاش اصدار القرار على مستشفى وخلاص. بيصدر القرار دلوقتي على حسب الكباستي بتاعه المستشفى وعدد المنتظرين داخل المستشفى للاجراء دوت. فمثلا لو قلنا مثلا مريض من تامين صحي راح عشان يطلع قرار لعملية قلب مفتوح، بيبتدي يبحث عليه لقاه، بيبتدي بعد كده ياخد خطوات ان هو يسكنه على مستشفى فيها عدد المنتظرين قليل علشان فترة طول الانتظار بتاعت القرار ما تقعدش فترة كبيرة. بيخش بياناته بتوصل على المستشفى وتبتدي المستشفى تتصل بيه وتبتدي اجراء العملية الجراحية بتاعته. كويس. ده باختصار كده، دي المرحلة التانية. فدي كلها كانت عقبات قابلتنا في المرحلة الأولى. هل احنا راضين عندنا قد ايه المرحلة التانية، ولا أي حد بيطلب أو أي حد بيجي لكم أو هنعرف ده بقى من الأيام الجاية يعني. ده هيبان من المؤشرات الأيام الجاية. الدولة بتطلع قرارات قد ايه للتخصصات ديت وقد ايه منها بيتعالج. ده هيبان الفترة الجاية إن شاء الله. لأن احنا الأول ما كانش عندنا رصد. احنا كنا بادئين المشروع 6/7، كان عدد الحالات المرصودة 17888 حالة. احنا وصلنا النهاردة في الست شهور ل 104000 حالة. الوسيلة ايه؟ يعني زي ما قلنا قبل كده، الاتصالات، التليفونات، الموقع بتاعكو. طيب الوسيله دلوقتي ان المريض هيروح للمستشفى عشان يقول انا مريض وعايز اعمل عمليه كذا، او يكشف عليه ويتحدد له انه هيعمل عمليه كذا في مدينه، في قريه، في اي حته، في المكان اللي هو فيه، في اي حته بيروح المستشفى. بيروح المستشفى. يبتدي يكشف عليه. لو نفق الدوله هيخش اللجان الثلاثيه في المستشفى. لو تامين صحي تبع اللجان بتاعه التامين الصحي، يبتدوا يكشفوا عليه. ولو لقوه محتاج ان يتعمل له الاجراء الجراحي دوت، بيبتدي يتسجل ويبتدي ياخد خطواته خالص. وهو ما يعني ما فيش اي مشاوير هو هيعملها تاني. التنسيق بين المستشفيات اللي شغاله في المنظومه، نتكلم قوات مسلحه، وادي النيل، الشرطه، الجامعات، وزاره الصحه، التنسيق اللي بيتم هنا، مين بيقول فلان يروح المستشفى دي؟ ده من ضمن ده من ضمن مبادره المشروع، او من ضمن الحاجات اللي معالي الوزيره وجهت بيها، ان مصر كلها مستشفى واحده. مشارك في المشروع مستشفيات التعليم العالي. مشارك في الموضوع مستشفيات التامين الصحي بالكامل. مستشفيات القطاع العلاجي، تشمل بقى امانه مراكز، مستشفيات ومعاهد تعليميه، مستشفيات خاصه داخله معانا في المشروع اللي تقدر تتحمل وعايزه تشارك معانا في المشروع. بيبتدي يتسجل. مسافه ما اول ما بتسجل بيبقى ليهم يوزر نيم وباسورد عشان يقدروا ياكسسوا على الحالات اللي هتتحمل عليهم. ويبتدي ياخدوا الخطوات في الاجراءات. فمشارك معانا يعني جميع مستشفيات مصر. كويس دكتوره. الاقبال اللي